أما الملكة دانيال، أما الملكة فلسبب كلام الملك وعظمائه دخلت بيت الوليمة، فأجابت الملكة وقالت: علامة اقتباس أيها الملك، عش إلى الأبد. لا تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك. يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين، وفي أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفتنة وحكمة كحكمة الآلهة، والملك نبوخذنصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين. أبوك الملك، من حيث إن روحًا فاضلة ومعرفة وفتنة وتعبير أحلام وتبيين الغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلطشصر، فليدعى الآن دانيال فيبين للتفسير علامة اقتباسه.